تصدرت معاهدة نيو ستارت عناوين الحرب في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس بوتين تعليق مشاركة روسيا بها مع الولايات المتحدة. فما هي هذه المعاهدة وما أهميتها ولماذا انسحبت روسيا منها؟ هي معاهدة وقعت قبل 13 عاما بين الرئيسين الأسبقين الروسي ديمتري ميدفيديف ونظير الأمريكي باراك أوباما، والاسم الرسمي لها هي تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها. دخلت حيز التنفيذ عام 2011 ومددت عام 2021 لمدة 5 سنوات. أبرز بنودها التزام البلدين بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل، وذلك كحد أقصى. وضمانا لهذا الأمر فإن مفتشين أمريكيين وروسا بإمكانهم التأكد من امتثال الجانبين للمعاهدة عبر السماح لكل جانب بإجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية كل عام للتأكد من التزام كل طرف. هذا الموقف الروسي يعني انعطاق موسكو من تعهداتها النووية، وهو أمر وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه غير مسؤول، ولكنه ترك باب الحوار مفتوحا. للمزيد أرحب بضيوفي من واشنطن، الدكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشؤون الأمريكية، من موسكو ضيفي الدكتور عمرو الديب الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية مدير مركز خبراء ريالست الروسي. أهلا بكم دكتور عمرو، سأبدأ معك من موسكو. برأيك ما هو هدف موسكو من هذا التعليق الذي لم تلوح به روسيا من قبل، وتزامنا يأتي مع اقتراب الذكرى الأولى ودخول الحرب على أوكرانيا عامها الثاني؟ رسالة يمكن وصفها بأنها رسالة قوية للجانب الأمريكي، للجانب الأوروبي بشكل خاص حتى بعيدا عن الأمريكي، بأن روسيا لن تكون مسؤولة بعد الآن عن أي تطوير العملية للأسلحة النووية، عن نشر عدد او اكبر عدد يمكن لروسيا نشره من الصواريخ الاستراتيجيه التي تحمل رؤوس نوويه. التعليق العمل بهذه الاتفاقيه هو يمكن اعتباره انذار روسي بان اذا كان الغرب كما تحدث في مؤتمر ميونخ للامن وزياره الرئيس جو بايدن امس الى كييف وحشده للحلفاء في وارسو اليوم، كل هذه رسالات أو إشارات لروسيا بأن الغرب يريد هزيمة استراتيجية فعلية للاتحاد الروسي، والاتحاد الروسي لن يسمح بذلك. وأهم ما في يد الاتحاد الروسي في هذا الوقت، بعيدا عن الاقتصاد، بعيدا عن الأسلحة التقليدية، بعيدا عن القوة النفوذ الروسي في العالم وما إلى ذلك ومقارنته بأنه الأمريكي، روسيا تمتلك، موسكو تمتلك السلاح النووي، ولديها بالفعل أسلحة نووية وصواريخ حديثة ومتطورة جدا، يمكن من خلالها بالفعل تهديد أولا الاتحاد الأوروبي وثانيا كل من لندن وواشنطن. وهذا أمر لا يمكن لروسيا عدم التفكير فيه، والمسألة التفكير فيه هي موجودة داخل أروقة السلطة الروسية، لأن بصراحة تحدث الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من مرة بأن لن يسمح بتكرار السيناريو السوفيتي، لن يسمح باستنزاف القوة السوفيتية في حرب أفغانستان وتكرار هذا السيناريو في أوكرانيا، لن يسمح بذلك. وأهم أداة في يد موسكو هي الأسلحة النووية والاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، ومسألة التعليق وليس الانسحاب هي خطوة أولى
يمكن أن نرى بعدها خطوات كثيرة، منها الانسحاب أو يمكن استخدام بعض أنواع الأسلحة النووية التكتيكية مثلا أولا في المسرح الأوكراني أو على المسرح الأوكراني. طيب دكتور مسعود من واشنطن، هل يقرأ الأمر كذلك في واشنطن بأنه بمثابة إنذار روسي لكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟ أولا تحية لك وتحية للضيف الكريم من موسكو، وتحية أيضا للمشاهدين الكرام. نعم، أنا كل ما أقرأه اليوم وكل ما سمعته اليوم سواء من الرئيس بوتين في موسكو أو من الرئيس بايدن في وارسو، كلمة واحدة: تصعيد. هنالك تصعيد قوي حصل من الطرفين، لم نسمع، لم نلقى، لم نجد أي تلميح لا من هذا الفريق ولا من هذا ولا من ذاك إلى أي اعتبار لإمكانية لاحتمال قيام مفاوضات، لإمكانية الجلوس على طاولة، أي أن هنالك تصعيد قوي جدا من الفريقين. طبعا التعليق، موافقة روسيا، تعليق روسيا على اتفاقية النووية التي تنتهي مدتها بعد 3 سنوات من الآن، أمر هام جدا تأخذه الولايات المتحدة على محمل الجد، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن لم تنسحب روسيا من هذا من هذه الاتفاقية، ولكن الرئيس بوتين قال أن روسيا تعلق حاليا، تعلق مؤقتا انتماء، علما بأن في هذه الاتفاقية لا يوجد أي مادة تتعلق بالتعليق، يعني بتعليق أو أن تنسحب من الاتفاقية أو تطبقها، ولكن أنا لا أجد كثيرا من الخطورة هنا في هذا الموضوع، لأنه حتى منذ فترة غير بعيدة لم تسمح أي من الدولتين للدولة الأخرى بالقيام بعمليات المراقبة على عدد الرؤوس الحربية الموجودة لديها، أي أن هذه الاتفاقية مع أنها موجودة ولكنها منذ بدء حرب أوكرانيا غير مطبقة فعليا. والجيد أيضا بريق النور الموجود هو أن روسيا لم تنسحب من هذه الاتفاقية ولكن علقت، كما أن الرئيس بوتين قال أن يمكن هنالك احتمال بإجراء تجارب نووية جديدة ولكن لن تكون روسيا البادئة، في حال بدأت الولايات المتحدة عندئذ ستطور روسيا ترسانتها النووية، يعني هنالك آمال ضئيلة جدا، ولكن الموضوع بصورة عامة هو موضوع تصعيدي لا نرى نهاية. والرئيس بوتين قال بالحرف الواحد أنه لا يمكن هزيمة روسيا في أرض المعارك، هذا أمر يعني واقع، ونعرف جيدا أن الرئيس بوتين لن يقبل بالهزيمة، ولكن أيضا الفريق الآخر لن يستطيع أن يقبل بالهزيمة، ومن هذا المنطلق أنا أصبحت أكثر تشاؤما من مستقبل هذه الحرب، أي أن هذه الحرب سوف تدوم، ولا نعرف متى يتفق الفريقان على الجلوس على طاولة مفاوضات لوضع حد لها. نعم. طب دكتور مسعود، هناك من ربما يذهب إلى طرح قضية موضوع التسلح النووي والحد من هذا التسلح بالقول أنه ربما بات من بقايا الماضي، هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. دكتور مسعود، لا أدري كنت تتفق، قد أظهرت بأنه فقط الدول النووية أو تلك الدول المنضوية تحت حلف الناتو وتستفيد من المظلة النووية هي الوحيدة التي يمكن أن تشعر بالأمان إلى حد ما. يعني كيف لأية دولة أن تشعر بالأمان وهنالك أخطار نووية تتصاعد؟ يعني نسمع كثيرا منذ فترة، يعني ليست المرة الأولى التي نسمع من الرئيس بوتين شبه تهديد بالقضايا النووية، لقد سبق الرئيس بوتين أيضا وزير خارجيته والناطق بلسان الكرملين بيسكوف هددوا بذلك أو لمحوا بتهديد باستعمال، فمن هذا المنطلق يعني لا يمكن أن تجد أي دولة نفسها بأمان، وهذا يعني أمر خطير جدا جدا إذا ما عدنا إلى ما قبل، إلى 50 سنة إلى الوراء عندما كان هنالك تسابق في التسلح، إذا عدنا وإذا ما أخذنا بالاعتبار التطورات التكنولوجية الضخمة التي حصلت منذ ذلك الوقت، فإن الآن التطورات النووية أشد خطرا بكثير مما كانت عليه في الماضي، فلا يوجد دولة محمية
محمية من ذلك، وهذا أمر مخيف جدا، مخيف للغاية. نعم. طيب دكتور عمرو من موسكو، أليس المعاهدة في الوقت ذاته مهمة للجانب الروسي؟ إذا كان من وجهة نظري الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكن هزيمة روسيا، فإنه كما قال الدكتور مسعود وكذلك يقول الغرب لا يمكن أن تحقق روسيا نصرا في أوكرانيا عندها، لن تقف عند حد أوكرانيا. برأيك إذا ما قررت موسكو العودة عن هذا التعليق وعدم ذهاب خطوة إضافية بالانسحاب، طبيعة النقاش الذي ربما تشترطه أو قد تشترطه روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفكرة التطلعات النيتو التي بحسب وجهة النظر الروسية تعد من بين الأسباب التي دفعت روسيا لخوض ما سمته عملية خاصة، نظرا لأن النيتو يواصل التوسع شرقا. نعم، مسألة المطالب الأمنية هي الحاكمة هنا في العلاقة بين موسكو والعواصم الغربية، ونخص بالذكر طبعا واشنطن ولندن. مسألة الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا مرارا وتكرارا وتم تقديمها بشكل رسمي في ديسمبر عام 2021 وتم رفضها بشكل مباشر من بروكسي من جانب حلف الناتو، أدى بنا إلى دخول روسيا إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي مر عليها عام كامل. وبسبب وجود نفس الظروف ونفس الأسباب التي دفعت روسيا للبدء في هذه العملية، بسبب استمرارها سنكون أمام فقط سيناريو هو استمرار هذه العملية، ويمكن أن تتصاعد الأمور وتنتقل العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في شرق أوروبا. هنا نتحدث عن بولندا، دول البحر البلطيق بشكل عام، لا ننسى أبدا منطقة القطب الشمالي والتي احتضنت العديد من المناورات العسكرية المهمة سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا. أيضا الوضع في آسيا الوسطى والقوقاز، أوكرانيا هي مجرد نقطة ساخنة قوية جدا بين الغرب وروسيا، ويجب على الغرب بالفعل أن يجلس مع القيادة الروسية وأن يحترم آراء القيادة الروسية، وهذا الأمر مهم جدا لأنه بوتين تحدث عنه كثيرا بأن روسيا والسلطات الروسية والقيادات الروسية لا تلقى أي احترام عندما تناقش أي أمور مشتركة بينهم وبين الجانب أيضا لما نحن عليه الآن. مسألة يعني سيادة السفير تحدث، ضيفك الكريم من واشنطن تحدث عن الخمسينيات وخطورة، وإحنا عدنا إلى خمسينيات القرن الماضي. أنا أظن أننا في وضع أصعب كثيرا من خمسينيات القرن الماضي وستينيات القرن الماضي. هذه الفترة في القرن الماضي دكتور عمرو، سأعود إليك ربما لاحقا لأن الصوت يتقطع. السفير مسعود، الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أسف لهذا التعليق الروسي، لكنه يرى أن الباب لا يزال مفتوحا. عبرت عن تشاؤمك خاصة في هذه المرحلة التي وصفتها بالخطيرة جدا، هل في ظل تعقيدات هذه الحرب وهذا التعليق الروسي سيكون من الصعب الحديث عن اتصالات بين واشنطن وموسكو، أم أنها كترى أنه سيكون هناك أفكار قريبا في هذا الإطار؟ أولا الاتصال بين واشنطن وموسكو مستمر، وإن لم يكن اتصال لم تكن اتصالات علنية، حصل في الماضي القريب جدا اتصالات بالنسبة إلى إطلاق سراح رهائن في كلا البلدين. هنا الاتصال، إمكانيات الاتصال موجودة، ويمكن أيضا استعمال فريق آخر للقيام بالاتصالات أيضا، ربما الأمم المتحدة، ربما دولة لها علاقات مع الفريقين. هذا أمر ليس بالمستحيل، ولكن الأمر الصعب الذي وجدته أنا هو أن أي من الرئيسين لم يلمح لا من قريب ولا من بعيد إلى إعطاء فرصة للتفاوض.
أنا شخصيا مقتنع بأن هذه الحرب لا يمكن أن يقبل الخسارة بها أي من الفريقين، لا الرئيس بوتين ولا الرئيس بايدن ومعه حلف شمال الأطلسي والدول الغربية يمكن أن يقبلوا بالخسارة. لذلك لا يوجد مخرج لهذه الحرب إلا التفاوض، ومن يستطيع أن يقوم بهذه العملية أنا لا أرى غير الأمم المتحدة، حيث الفريقان جميع الأفرقاء المعنيين بهذه الحرب موجودون في الأمم المتحدة، يجلسون على في نفس الغرفة. على أعتقد أنا أن أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش يمكن أن يستطيع أن يقنع، ربما بعد فترة من الوقت يستطيع أن يقنع الفريقين عندما يرون أن لا مجال لأي فريق أن ينتصر على الآخر. لا يمكن أن تحل هذه المشكلة إلا بالتفاوض، بحيث لا يخسر فريق كل شيء ولا يربح فريق آخر كل شيء، يعني على كل فريق أن يعطي شيئا ويأخذ شيئا تجاه شعبه تجاه بلاده. لا يمكن للرئيس بوتين أن يعود خاسرا إلى روسيا، ولا يمكن للرئيس بايدن وللدول الغربية بعد هذه الأموال الضخمة والأسلحة وكل شيء والمواقف السياسية العلنية التي وضعوها في هذا، لا يمكن أن يعودوا بعد ذلك مهزومين بالكامل. يعني على أوكرانيا أن تقول أنها استطاعت أن تدافع على ربما على قسم كبير من أراضيها، وروسيا تستطيع أن تقول أنها استعادت بعض الأراضي الموجود فيها أناس من أصول روسية، وبهذه الطريقة ربما نجد حلا. وقد لمح إلى ذلك في الماضي غير البعيد كيسنجر وغيره من المفكرين السياسيين والذين يتعاطون بهذا الموضوع. نعم. طب رأيك دكتور عمر، يعني مع أن هذه الحرب تقترب من عامها الأول في رابع 20 من شباط الجاري وتدخل على العام الثاني، وهناك الكثير من التعقيدات والتطورات الجارية، هذه الخطوة الروسية اليوم، ما المرونة التي يمكن أن تبديها القيادة الروسية على قاعدة أن تأخذ وتعطي كما ذكر الدكتور مسعود من واشنطن؟ لا هذا يسمح بأن ينكسر ولا ذاك يسمح بأن ينهزم. وهذا هو سياق اتفاقيات مينسك التي كانت تريد روسيا أو تمسكت بها روسيا بشكل أو بآخر، يعني سياق إعطاء مثلا شرق أوكرانيا الحكم الذاتي، يعني يحكموا نفسهم ذاتيا وأن تكون داخل الدولة الأوكرانية. يبدو أن روسيا لا يمكن أو يمكن لها أن تتغاضى عن هذا الأمر مقابل تقديم يعني ضمانات أكثر موثوقية من جانب الغرب، يعني مثلا عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وعدم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، الحديث عن تقسيم الحدود أو تقسيم مسألة الشرق الأوكراني بشكل يرضي جميع الأطراف. ولكن أستاذ طارق، ما دام الديمقراطيين يحكمون الولايات المتحدة الأمريكية، أمر سيكون في غاية الصعوبة تحقيق أو التوصل أو حتى محاولة بداية الحديث والمفاوضات مع الجانب الروسي. كل ما نراه الآن هو في اتجاه التصعيد. لم يكن أحد يحلم بأن يتم تفجير خطوط نورد ستريم، لم يكن أحد يحلم حتى في أسوأ الكوابيس أن يتم قطع النظام البنك الروسي عن نظام سويفت، لم يكن أحد أيضا يحلم في أسوأ كوابيسه أيضا كل كمية العقوبات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي. كل ما نراه هو تصعيد فقط، ويبدو أن هناك من يقف وراء تأجيج هذه الأمور لكي تصل إلى حرب عالمية ثالثة من خلالها يمكن تدمير جزء كبير جدا من العالم. وكل ما نراه من الجانب الغربي ومن الجانب الروسي يؤدي بنا للأسف الشديد إلى هذه النتيجة. لذلك التفاوض ومحاولة التوصل إلى حل وسط أنا أراه بعيد جدا في المستقبل القريب، يعني في المستقبل القريب أراه بعيد جدا. وكل ما نراه فقط هو التصعيد والتصعيد فقط. كلمة بوتين وحديث بوتين الكثيرة والعديدة تصب في اتجاه واحد، أن هناك فجوة ثقافية، فجوة تاريخية كبيرة جدا بين روسيا والغرب. الحديث ليس فقط عن أوكرانيا، الحديث ليس فقط عن الحدود الجغرافية، ولكن عن الهوية، عن الثقافة، عن الدين، عن تربية الأطفال، عن الأسرة، أمور كثيرة جدا تؤكد لنا بأن الخلاف ليس فقط على حدود جغرافية وليس فقط تهديد عسكري، ولكن هو تهديد ثقافي تاريخي، والكثير من الأمور التي يخاف
جدا المجتمع الروسي أن تدخل إليه التقاليد الغربية. الأمور ليست فقط عسكرية، ليست فقط حدود جغرافية، ولكن خلافات تاريخية كبيرة، خلافات ثقافية أكبر، وكل هذه الخلافات وكل هذه النظرات المختلفة تؤدي بنا إلى المواجهة، أو على الأقل تجميد الصراع أو استمرار الصراع كما يستمر حتى الآن. لأن ما نراه في أوكرانيا على مدار العام هي ليست حرب بالمعنى المفهوم، هي فقط محاولة من جانب روسيا للسيطرة على كييف، وأيضا محاولة من جانب كييف على السيطرة على الأراضي التي اتخذتها موسكو. لا توجد نية لقتل الآخر أو للانتهاء من الآخر حتى الآن في هذه الحرب. أريد أن أذكر عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب الأوكرانية حتى الآن، 7000 فقط مدني قتلوا في هذه الحرب، وهذا إن دل يدل على أن هذه الحرب تتم في أضيق الحدود وليس حرب شاملة يمكن من خلالها أن نرى العديد من القتلى المدنيين والضحايا المدنيين. إذن ما نراه فقط هو محاولة هنا فقط لتجميد الصراع، أو لا قدر الله استمرار عمليات التصعيد ومشاهدة الحرب العالمية الثالثة. نعم، أنا أشكرك من موسكو الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية، مدير مركز خبراء ريالست الروسي، وضيفي كذلك من واشنطن دكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشؤون الأمريكية. شكرا لكما.